اليوم غادي نصاوب واحد الدجاج كيطيب فوق الملحه، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. المهم غادي نحتاج غادي ندير جوج باكيات، كفاوني هي هذيك ما كفاونيش، غادي نزيد الثالثه. غادي نحتاج لهاد التوابل ديال المشويات، راها زوينه كتعطيها هاد البهارات. انتو معايا، راه هي هادي لي صصت في الطوسيط. وغادي نحتاج لواحد الدجاجه بعد ما كتكون مغسوله وناشفه، تكون مقدينه في الحامض والملح. غادي نشد هاد الدجاجه، غادي نقسمها من الوسط ديالها على هاد الشكل هذا. كنحيد ليها هاد الجديده، هادي الكسكو. غادي نجي غنطلق عليه هاد الشكل هذا. كنجي هنا كندير واحد المعلقه ديال الزبده، وكندير واحد نص طويمه ديال البنه. غادي نخلطها مع هاد التوابل، كتخلط مزيان. كتولي على شكل بوماط. هانتوما كنحاول ديك نص دويمه ندوبها مزيان في هاد الزبده، ما بغاتش تخرج هاد ندوبها. هانتوما هي باش ما تشدش لينا بلاصه وحده وتجينا مالحه. نقي من هاد الشحيمه اللي كتكون فيه. صافي نبدا نفتح لي الصدر ديالو من هنا. غير باش كتدخل لينا فيه هاد البهارات كيجينا زوين. نحاول نهز هاد الجلده اللي تكون في الصدر وندخل فيها هاد الزبده والبهارات، راه كيجي رائع كيجي زوين. شحال من واحد كيشوفو كيطيب فوق الملحه تيقول كيقدر يجي مالح، هو راه ما كيجيش مالح، كيجي الصراحه لذيذ وزوين بزاف. غادي نشوف الفخاط ديالو زعما ندخل فيهم هاد البهارات. غادي نجيب واحد الطاوة اللي غدخل ليا الفرن، غادي ندير فيها هاد الملحة. هادي الباكية الأولى، غندير الباكية الثانية ونشوف واش غتكفاني ولا لا.
صافي راه كافيه هاني هادي. صافي غنكتفي غير بهاد جوج باكيات ديال الملحه، وغادي نجي نعاود نرش هاد الدجاج ديالي من فوق هاد البهارات، وغادي ندير عليهم واحد قطعة ديال زيت الزيتون. صافي غادي نجيب هاد الدجاجة ديالي، غادي نحط على هاد الشكل هذا فوق الملحة نيشان، صافي غادي ندير ليها الورق الغذائي، ندير ليها بابي ألمنيوم وندخلها للفران. كما كتشوفو كندير الورق الغذائي، وغادي ندير هاد البابي ألمنيوم، صافي ندخلها للفران. غادي ندوز هنا باش نوجد واحد شوية ديال الشلاضة، درت هنا واحد جوج خيزويات قطعتهم على هاد الشكل هذا، غنخليه حتى كيطيب خيط صغير. غادي ندير البطاطا بوحدها حتى هي، والقرعة غادي ندير ليها واحد الطريقة غادي نشاركها معكم، كتجي رائعة وتجي زوينة. المهم هانتوما معايا، غادي نجي هنا غادي نقاد واحد شوية ديال الزعلوك، غنديرو عير في المقلة مغنشويه ما والو، راني سبق لي شحال من مرة شاركتو معاكم، نقطعو عليه هاد الشكل هذا كيجي رائع. والزربة كيطيب ما كتعطلي، وتحت طلب ديال واحد المتتبعة من اسبانيا قالت لي باش نبقى نصاوب هاد الشيوات الصيفية، وقلت اليوم غادي نصاوب هادي ونشاركها معاهم، نشاركها معاكم عفوا، نصاوب هاد الغدير ونشاركها معاكم. صافي انا غادي نستمر حتى نسالي، قطعت الفليفله حتى هي قطعه شويه غليظه، وكندير واحد تقريبا واحد جوج المعالق ديال زيت نباتيه، وكندير معاه شويه ديال الملحه، وكنغطيه ونقص عليه البوطه حتى كيطيب. تقريبا واحد جوج المعالق ديال الزيت النباتيه قلت لكم، كندير معاهم الملحه، وكديري الملحه الكافيه اللي غتقدك، صافي غادي نغطي ونخليه فوق النار ميله حتى كيطيب لي هداك الدنجال. عاد ندوز كنضيف له واحد جوج مطيشات، غادي غير نقطعهم حتى هما رقاق، والثومه والقزبر والمعدنوس. وغادي نجي لهنا غادي نشارك معكم واحد الفلفله كتشوى غير في الماء، كتقلى غير في الماء، واحد نقيطه ديال الزيت ماشي بزاف. المهم بالنسبه اللي عندها المشكله ديال الفلفله وكتبغي الفلفله، راه هذه هي الطريقه اللي غادي تبقى تستعملي دائما، وغتبقي ديما تشكريني عليها. المهم غزاله وزوينه وسهله، ما كتوسخ لنا لا بوطه لا ما كيطر عندنا الزيت كيحرقنا، ما كتبقى تطرطق هذه الفلفله ما والو. المهم طريقه زوينه، وفي الصراحه يعني غتقلع في واحد الكميه قليله ديال الزيت، ماشي بحال ملي كنعوموها في الزيت وكتبقى الزيت كطير لينا في الحيط وفي الارض وفوق البوطه، وكطير عندنا بعض المرات حتى حنايا كتحرقنا. المهم انا جبت لكم واحد الطريقه سهله ماهله، المهم انا غندوز معاكم باش نوريها لكم، راها سهله في الصراحه وزوينه، وكتاكليها يعني واخا ما كنصحش انا بهذا الشيء ديال المقليات، ولكن كتاكليها بواحد النسبه قليله ديال الزيت فيها. غادي نحتاج كاس ديال الماء،
وغادي ندير ربع الكاس ديال الزيت نباتيه. هانصب يعني راه فرق كبير ما بين كنا كنديرو تقريبا حتى جوج كيسان ديال الزيت لينا كنديرو ربع كاس راه وكنديرو واحد شويه ديال الملحه راه كتجي بنينه لذيذه بزاف. وغنوريكم الطريقه كيفاش غتركضوها وتحتفظوا بها في الثلاجه حتى 15 يوم وما كتخسر ما والو. المهم هانتوما معايا مرحله بمرحله. من بعد ما كيبدا يغلى لي داك الماء كنجيب الفلفله ديالي غادي نحطها هنايا صافي غادي نخلي غادي نغطيها ونخليها حتى تبدا حتى كطيب من الجهه الثانيه ونقلبها للجهه الاخرى. بعد ما كيطيب لي الدجاج كيتشحر داك الزيت كنحركو مزيان كنضيف فيه واحد المطيشه مفكوكه واحد 3 كبسات ديال الثومه واحد نص معلقه ديال الفلفله الحمراء صافي غادي نخلطو ونرجع فوق البوطه حتى كطيب هاد الثومه وطيب ديك المطيشه وكينشف من داك الماء ديال المطيشه. من بعد ما كينشف كنحيدو من فوق البوطه وكنعاد كنضيف له الكاهن والفلفله كيفما كتشوفو صافي هاهي راه بدات كطيب غادي نحيدها. هانتوما بعد ما كتقلى لي الفلفله كنديرها في واحد البواطه غادي نسد عليها مده واحد 10 دقائق صافي ندوز نوجد ليها الصلصه ديالها. المهم هانتوما معايا الدجاج ديالنا ها هو راه صافي راه طاب. غادي ندوز دابا غير باش نعليه ونخليه يتحمر. هانتوما مبقاش الما كيطلع منه يعني راه طاب. دابا نشعل عليه الفوق ونخليه يتحمر صافي. درت الرز هو اللي تحت عينيه درت معاه خيزو والبطاطا شويه المعدنوس ودرت معاه شويه ديال الزيت الزيتون والكمون وغادي ندير معاهم شويه الخل صافي. غادي نخلطهم كاملين ونخليهم حتى يبردوا مزيان غنديرهم في المجمد الفوق حيت مازال شويه صغار والغدا راه قريب غادي نديرهم في المجمد عاد حسن بغيهم عاد نخلطهم. بعد ما كدوز ديك الوقيته كنخليها غير باش تعرق وصافي. غادي نجيب هاد الفلفله كتشوفوا معايا راها بحال مقليه في الزيت هانتوماي كتجي ساهله في اش كتبغي تحيدي ليها هاد الجلده ديالها كنسيرها سخونه شويه هانتوماي يعني بكل سهوله تتعطيش معاها. هاد انا ما خليتهاش يعني حتى تبرد باش كتحيد مره واحده. كتجي على هاد الشكل هذا صافي غادي نستمر حتى نسال. بعد ما كنقطع الفلفله غادي نجي هنا غادي نقطع نقيها عفوا نقطعها على هذا الشكل هذا بشكل طولي. انا كتعجبني القياس ديال اللوبيا كيف ما كنقطعوا اللوبيا كتعجبني بداك الشكل. صدقوني البنات الطريقه راه غتعجبكم بزاف صراحة زوينة وسهلة وصحية يعني ما كنقليوهاش واحد الكمية كبيرة من الزيت. صافي من بعد ما كنقطعها بشكل طولي غادي نديرها على هذا الشكل هذا
هكذا صافي. غادي نجي هنا ندير ليها الصلصه ديالها. كندير هنا واحد جوج فصوص ديال الثومه, ندير واحد شويه ديال الملحه حيت سبق لي راني قليتها في الملحه. ندير شويه الكمون, كمون نديرو شويه بالزيت صافي. عندي واحد تقريبا واحد معلقه ديال زيت الزيتون, صافي. كنضيف تقريبا واحد نص عصير ديال الحامضه, قلي دابا غير معد نص صافي. غادي نخلط مزيان هاد المكونات, باقي خاصني نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون. صافي كنضيف ليها هاد الفليفله اللي عندي, غادي نحاول نخلط هاد الفلفله حتى كتشمل كامله في هاد المكونات. كنقول لكم البنات اللي بغاها كاع عنده الفلفله بالكثره, واللي بغى يديرها حتى في الالوان ديرها بالحمراء والصفراء والخضراء, كتعطي منظر بصراحه ومذاق رائع زوين بزاف. المهم اللي بغى يحتفظ بها في الثلاجة كيدير واحد القرعة ديال الدجاج تكون معقمة وغسولة مزيان ومعقمة, كنديرو فيها هاد الفلفلة وكن بعد ما قبل ما نسدوها كنضيفو ليها الزيت البلدية من الفوق, كنضيفو واحد جوج فصوص ديال الحامض, ميكونش مصير يكون طري صافي. وكنسدو عليها وكنخليوها في الثلاجة كنحتفظو بها تقريبا واحد 15 يوم وهي في الثلاجة. وإلا بغيتي الا بغيتي تهزي منها كتهزي منها, وفاش كتهزي منها كتعاودي ديري لها شويه الزيت من الفوق وكتخليها. المهم هذا هو هي الوصفه ديال هذا النهار اللي مهمه بصراحه. اما الوصفات الاخرى راه كلهم شاركتهم معكم, هذه هي الوصفه اللي جديده. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج, راني حمرته شويه بزاف كما كتشوفوا. غادي نغطيه بالبابي الومنيوم ونخليه حتى بغينا نوجد الغدا. غنطيب شويه الغدا بكري مازال الحال صافي. وندوز دابا باش يلاه نجمع الكوزينه ونجمع المواعن و بقى ليا الباربال قعدتها خويا هي اللي بقات ليا صافي. ومن بعد ما غادي نقاد الغدا غادي نشارك معكم الطبق الرئيسي ديال الغدا. المهم خليكم معايا. نجي لهنا باش نبدا نوجد في الغدا ديالي. المهم هنا كيف قلت لكم الروز راني خلطته بالبطاطا وخيزو. غادي نستمر هكا حتى نسير. بعد ما كنقاد هذا الروز هذا هو الاول, غادي ندوز دابا باش نصوب الشلاطه ديال المطيشه والخيار, وغادي نصوب الباربه, وغادي نحط معاهم هاد الفليفله اللي كتوجدت معاكم. كان هذا هو الطبق ديالنا, انا غادي دابا نمشي نسير به فوق الطابله ونصوروا لكم فوق الطابله.
ويما دي فلفلاش لاضا الزعلوك هذا الرز والبربه درتهم هنايا وغادي ندير الدجاج الوسط كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي الغديوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كنقول لكم بالصحه والراحه وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.